الجاهل لا يعرف العالم، لأنه لم يكن يوما من الأيام عالما، لكن العالم يعرف الجاهل ويعرف العالم، لأنه كان يوما من الأيام جاهلا وهو الآن عالم. فلا يمكن أن نسأل عن العلماء إلا كبار العلماء، العلماء الربانيين. ولهذا يشكل على كثير من الناس الكلام في بعض الأشخاص، ويرجع إلى الطلاب، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.